ديال كاتكلاصا في المركز الثاني كتهوز معنا بشيك ديال 40000 درهم استاذ ايفون 13 برو ماكس وعندك شهرين لافور. مبروك عليك والف مبروك عليك سي انور. الله يجعل كلشي مبارك ومسعود خويا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قسما بالله الا فرحنا ليك واحد من افراد الاسره ديالنا سي انور. الله يجعل كلشي مبارك ومسعود خويا. سي انور الله يجزيك بخير استاذ. شي ورقه وستيلو باش كنقوموا بتحويل الحسابات. الله يجزيك بخير اسيدي. مرحبا. الخوت السلام عليكم. شي ناس يا لطيف منهم ما كفاهمش داكشي اللي كيعانيو منه المغاربه مع الغلاء ديال المعيشه والمعاناه اليوميه مع طرف ديال الخبز والمصاريف ديال الابناء وديال الاسره وديال الكرا وديال الكريدي، ودابا باغين يزيدوا يطيحوهم بالضربه القاضيه. الكلام ديالي على واحد النوع جديد وخبيث خطير بزاف من انواع النصب عن الناس المغفلين. تحذير جديد عاوتاني من هذوك اللي كيعيطوا لك في التليفون وكيقولوا لك راك ربح شي قدا وقدا ديال الفلوس او جاك الكادو كذا وخاصك تصيفط لينا المعلومات البنكيه ديالك باش نفيرسيو ليك الفلوس اللي ربحتي. والهدف ديالهم بطبيعه الحال هو السطو على الاموال ديالك. الا عندك شي بركه في الكونت بونكير ديالك غادي يضربوها لك في رمشه جعي براق ما تقشع وغادي يكشطوك بلا شك. راكم باقيين عاقلين على واحد النصاب خطير بزاف كنت هضرت عليه هذا سمعوه بالزربه باش ندخلوا مباشره للموضوع الحقيقي. ولا دابا هذه ماشي هضره على شنو؟ لا ماشي هضره دابا. انا فاش اكدت لك وفاش عرفتي ان الامور مضبوطه بقيتي كتدخل وتخرج كتقول لي ياك دابا راني خدام معاك دابا ما عندكش الحق تقول لي انايا راني نقطع ولا غادي ندير ولا غادي نفعل. واش فاتح لك السيستيم على الناس ديال لي بون دابا واش نتايا ان هذه المعلومات خطا صافي قلتي لي بغيتي تسردني ولا بغيتي ترصدني شنو هاد التفليه الشريف؟ اما عندكش رغبه قولها لي قول لي اخويا اسمح لي انا ما مستعدش. واش كان شي واحد ما عندوش رغبه في 20000 درهم واش كتفلى؟ شنو هاد التفليه؟ انا كنقول لك عاود معايا المعلومات كتقول لي واش اخويا شي حاجه ديال الاسره العلويه كتاجل. من بعد هاد النصاب الخطير اللي سمعتوه كتخرج علينا عاوتاني واحد خارجه العينين والسنطيح هادي غادي نسمعكم التسجيل الكامل ديالها بعد قليل فقط. النميره ديالك كتكلاصه في المركز الثاني كتهوز معنا بشيك 4 مليونات اخويا اللي سخر لك الله سبحانه وتعالى. 4 مليونات اخويا 4 مليونات هاي نعاودها 4 مليونات اخويا اللي سخر لك الله سبحانه وتعالى. قسما بالله الا فرحت لك واحد من افراد الاسره ديالي باش نكون واضحين. الله يحفظك. افراد الاسره ديالي باش نكون واضحين. غادي نسمعكم التسجيل كامل من بعد قليل فقط. ولكن السؤال المطروح الان هو واش هاد المجرمه الخطيره ما حشمات ما راعات وكتعيط لعباد الله وكتقدم نفسها على انها مستخدمه في شركه اتصالات المغرب وكتقول للناس ربحتوا معنا شيك ديال 40000 درهم وايفون 13 او 14 اواه كاع هذا زهر عندنا جالسين في بيوتنا ما علينا ما بينا حتى كنربحوا 4 ديال المليون وايفون واعر واعر وهذه ما كايناش كاع في التاريخ. واش الصدقه كتخرج من الحبس؟ ما عليناش. هاد النصابه الخطيره اللي سمعتوا الان كتطلب البيانات البنكيه من الناس رقم الحساب البنكي رقم البطاقه وواحد الكود غادي يجيك في ميساج في التليفون وغير كتعطيهم ليها كتدخل لك مباشره الحساب البنكي ديالك عبر الانترنت كتهز لك الرزيق اللي عندك تما وكتخليك على الدص. والمصيبه باش تعرفوها بنت الحرام مقطره من فعيلها طبعا باش ما نسيئوش لوالديها ما رحماتش بزاف ديال الناس وضربت ليهم دوك الريالات اللي كانوا حاطين او جامعين في البنك. والمصيبه انه كاين من الناس اللي هزات ليهم الصرير ديالهم وخلاتهم على الحديده. مثلا في واحد التسجيل ديالهم غادي نسمعوه بعد قليل حاولت تنصب على واحد السيد بنفس الطريقه يعني شيك ديال 40000 درهم والايفون 13 وملي عاقبيها وقال ليها ما عنديش الكونت في البنك ما فاتح حتى شي حساب في اي بنك. قالت ليه شوف لي الحساب البنكي ديال الوالد او الوالده ديالك راه ضروري ومؤكد ولازم خاص يكون الحساب البنكي باش توصلوا بالفلوس ديالكم. المهم ما غاديش نطول بزاف عليكم اخوتي ونخليكم تسمعوا لهاد المجرمه النصابه الخبيثه واللي باين موراها شي عصابه منظمه خطيره كتستعمل هاد النوع من النصب باش تطيح الناس المغفلين فالمصيده ديالها. نسمعوا المقطع ديال كاتكلاصا في المركز الثاني كتهوز معنا بشيك ديال 40000 درهم استاذ ايفون 13 برو ماكس وعندك شهرين لافور. مبروك عليك والف مبروك عليك سي انور. الله يجعل كلشي مبارك ومسعود خويا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قسما بالله الا فرحنا ليك واحد من افراد الاسره ديالنا سي انور. الله يجعل مبارك ومسعود خويا. الله يبارك فيك سي انور. الله يجزيك بخير استاذ. شي ورقه وستيلو باش كنقوموا بتحويل الحسابات. الله يجزيك بخير اسيدي. مرحبا. عطيني واحد شويه هذا الوقت خليك معايا عطيني واحد شويه الوقت بما مرحبا خويا انا معك والله الله يجزيك بخير. المكالمه قابله للتسجيل حراسه على الياجيج ضباط من ولايه امر الرباط حفاظه على السلامه ديالنا والسلامه ديال الكادويات ديالكم ان شاء الله. النهار الكبير ديالك هو هذا سي انور. تبارك الله عليك خويا شرفتي بالوكاله ديالنا. الله يحفظك على خطك. شكرا على الاختيار ديالك لاحسن شبكه تواصل عوض الشبكات المنافسه كشبكه خويا الله يجزيك بخير ماروك تيليكوم او شبكه اورانج. الله يجزيك بخير تبارك الله عليك. الله يحفظك.
عمري انا معك. خديتي شي ورقه وسيلوتي عمري. هما معايا. ذكرني بالمدينه اللي راك تواجد فيها حاليا. فاس حاليا. داكو حاليا في مدينه فاس. بالنسبه للمرجع للايفون تاخذوا من مرجع اللي في طريق الكناس ولا مرجع اللي في طريق تفرج؟ كل اللي قريب لك. اللي قريب ليا طريق موزار. طريق موزار داكو ماشي مشكل. عندنا تما الوين جولد داكو. كتاخذ لا جولد. داكو ماشي مشكل. كاينه لابور مشهرين. ها هي ندوزها مكالمات ولا انترنت؟ الله يرحمك. عاود لي ولا ما فهمتك. عندك شهرين للمكالمات ديال لابونمون. غاتويت من طرف الوكاله. تفوتوا هذيك المكالمات او الانترنت بجوده عاليه في التليفون ديالك. شنو اللي مناسبه ديريها؟ شوف انت اللي كتناسبك الله يرحمك. شي اللي كانت مكالمه يكون احسن. مكالمات داكوغ الله يسهل الامر. بالنسبه لهذا الشيك هذا ديال 40,000 درهم الله يجعلهم يفتحوا في هذيك. امين. الله يحفظك. لا 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 خطك. نعم خويا. شنو قلت لي؟ انا بنك سي انور اللي عندك معاهم خيرات اخويا كنفوتوا الكلاسون. تبارك الله عليك. لاجونس ديال ياش يعني ما فهمتش. انا بنك. البنك كتخدي لا بنك. لا بنك ما عنديش اختي شي حساب ما فيهاش شي حساب مثلا. نعم. ما عنديش شي حساب مثلا في البنك. لا كيخصك حساب بنكي اخويا. ضروري. ضروري. ضروري ومؤكد مزيان اخويا. واخا. ما تستفهاش القروض الصغرى. واخا. تبارك الله 40,000 درهم راه مفتاح الخير للوالدين والمالين دار شقه. الله يحفظك. الله يرحمها عليك شنو جات في الوجيبه ديالها. الله يحفظك. لا لا خطك تسنى نشوف الا كان شي حساب عند العائله. الوالد ولا الوالده ولا شي واحد ديال الوالد ديالك. انا شوف ديال الاخ ديالك. الوالد ديالك وعندك ثقه كامله فيه من الاحسن شوف الوالد. انا شفت الاخ. عارف النمره ديالو لا بون. فهمت انا شوف. باش غيتصلوا به حاليا وصيفط له باغ اس ام اس. فهمت انا شوف دابا الكونت ديال الاخ ديالي. الاخ ديالك فين عنده لاكونت اخويا؟ عنده في سي اش. عنده في السي اش. عطيهم النيميرو ديال الهاتف. واخا انا نوفر. واخا. اسمع اسمع. انا غادي نشوف واش عندي هنا حيت ديجا كان تيفطوا ليا تيفط لي فيه شي حاجه. واه الا كتشوف لاكارت كيشي ديالو. الكارت كيشي ديالو اخويا. الكارت كيشي ضروري. وي ضروري الا كيشي ديالو اخويا الله يسك بخير على حسب المده ديال انتهاء الصلاحيه ديالها الله يسك بخير والمعلومات اللي كيطلبوا منكم الناس ديال السياج. واخا قلت لي 4 المليون اللي 40,000 درهم هي 4 المليون. 4 المليون اخويا اللي يسخر لك الله سبحانه وتعالى راه قسما بالله الا فرحت لك كواحد من افراد الاسره ديالي باش نكونوا واضحين. الله يحفظك. الله يحفظك. شوف اخويا الا كاين شي واحد معاك في الدار الوالد من الاحسن فوتوا هاد الوالد ديالك. واخا انا غادي نشوف انا غادي نشوف. شوف الوالد اخويا الله يجزيك بخير قريب ليك سولو قول له انا بنك عنده هز لاكارت كيشي ديالو وسولو واش عاطي النمره لابونك راه غيكون عاطي هو النيميرو ديالو لابونك فين غيسيطر. نسولك اختي واش العيد غدا ولا بعد غدا؟ ان شاء الله بحول الله. اختي وما حشمتوش كتنصبوا في هاد العواشر هادي. المهم هذه بعدا على الاقل ما قدرش تساب معاه بحال داك خونا اللي قال لي غادي نطيح معاك الهضره. فبهذه المناسبه ديال هاد خونا وقبل الختام هاد التسجيل ديالو غادي نخليه لكم هنا باش الناس اللي ما سمعاتوش تسمع وتستافد وتاخذ الحذر والحيطه ديالها. مجرمين حقيقيين بالفعل الله يلقي عليهم من عنده في هذا النار. والخاص ديال القصر الملكي نكمس هذه المسابقه بدون اشتراك بدون انخراط بدون معلومات شخصيه ديال الراجل. هذه المسابقه هذه كانت عبارة عن مبادرة وطنية من طرف صاحب الجلالة من طرف صاحب السمو الله ينصرو ويطولنا في عمر سيدي. فهمتيني هاد المسابقة خدرو كيتكلاصو فيها 10. هذا كنجزم ونحلف بأنه ما كيتواجدش في المغرب ولكن إن شاء الله غادي نحدوا الهوية الكاملة ديالو في أي دولة أخرى كان في العالم والأنتربول إن شاء الله غادي يجيبو مكتف للمغرب. ديال العائلات من ضمن هاد العشرة ديال العائلات الرقم ديالك مجرم حقيقي بالفعل كينصب باسم الشرفاء لعنات الله عليك واخزاك. حصل للرتبه السابعه واحد القسيمه ماليه اللي كتقدر ب 20,000 درهم 2 مليون سنتيم خويا. شكرا. وشنو دابا شنو هما الشروط؟ هذا خونا تبارك الله عليه والله الا عاقبه وجبد معاه السيك حتى لاخر الحلقه وفي الاخر صدمه ولكن ولد الذين ولا كيسب فيه. المهم والله الا تسجيل مثير جدا تابعوه معايا يا اخوان. ديال هذه المسابقة هذه اللي خاصني نشارك فيها. خويا ماشي عاد غادي تنظم المسابقة وغادي يكون فيها شروط وواجبات الوكالة ديالنا اليوم نظمت هذه المسابقة. هذا الرقم ديالك اللي كتخدمه أنت اللي هو 0687875 تكلاصة قدر كيكون من ضمن الفائزين معنا اليوم. الرقم ديالك كيحتل الرتبة رقم السابعة. والعجيب أنه نفس الصوت اللي نصب على بزاف ديال المغاربة والأغرب من هذا الشيء أو الأعجب من هذا الشيء كله وهو أنه مازال مسيق بأن ان كاينين الناس اغبياء ومازال ما فشلش او هي او يأس من محاوله النصب بهذه الطريقه على المغاربه. اوكي. الرتبه السابعه جا من الحق ديالك بونداشا
قاسم الشراء، يا اما كتيريها من الكيشيه، يا اما الا ما بغيتيش تسحبها فلوس بغيتي تستعملها يعني وخدام مع شي محل تجاري كبار يعني كتاخذ عليهم السلعه تقدر تخلص غير بلا كارت كيشي فهمتيني، يعني جوج مليون سنتيم كدوز لك لا كارت كيشي ديالك. شكرا بزاف بارك الله فيك. اخويا الشكر الكامل كيعود لكم نتوما الزبناء الاوفياء اللي كتولوا الثقه ديالكم وكتجدوا بالشركه ديالنا كل سنه وكل عام لقدام خويا يعني عليكم. شكرا بزاف. وشنو المطلوب مني انا دابا؟ مرحبا، المطلوب منك اللي عندك انت حساب بنكي ما عندكش غادي خصك شي واحد. عندي حساب بنكي ولكن زعما ما في ها هو هنا بدا كيشحايل عليه باش ياخذ المعلومات او البيانات الخاصه بالحساب البنكي ديالو، ملي كيهزها او كيشدها كيدخل لك مباشره للكونت ديالك، كيحول الفلوس للحساب الشخصي ديالو، ربما حساب كيتواجد خارج ارض المملكه، وهنا كيوقعوا او وقعوا بزاف ديال الناس ضحايا بحال هذه الخدع الغبيه والمفروشه. فهمتش دقيقه. هو هنا زعما ذاك المواطن كيقلب على الحساب او ارقام الوكاله خويا اللي منخرط معها نتايا. الوكاله البنكيه اللي عندي فيها الكونت ديال سياج، الشركه ديال سياج. ايوا على قباليت خويا لاكارت كيشي عندك؟ عندك لاكارت كيشي ديالك؟ ما كايناش عندي دابا. عندي كارت كيشي، الرقم ديال الارسال اخويا اللي كيكون مطبوع فيها، وكنحتاجو منك النمره اللي عطيتي لنا ديال السياج، لان فيها كيوصلك الميساج فيه الثمن شحال داز لك في الحساب ديالك، وفيه جميع لي زانفورمون وصلت من عند المصلحه الاداريه ديال انوي. شكرا بزاف. في الحقيقه بزاف ديال الناس كيسمعوا جوج المليون خصوصا مع الازمه ديال الغلاء وهذا الفقر اللي كيضرب المغاربه، اول حاجه الى ابسط درهم او درهمين كتخلي بزاف ديال الناس يطيحوا ضحايا، ود الذين كينصب على الناس المحتاجين، وحسبي الله هو نعم الوكيل فيه. نزيدوا نسمعوا سيدي. مرحبا اخويا، الشكر الكامل كيعود لكم، وعلاش حنا خويا كنلتجئوا لها وكيقتلك بالاداب واللباقه وحسن الكلام، ولكن ملي كيعاقبك بانك عقشي به كيتسيف كيبين وجه اخر او الوجه الحقيقي ديالو. الطريقه ديال لي بون كيف غادي نسمعوه بعد قليل فقط باش كيكون كلشي قانوني كلشي مضبوط الله يجازيك بخير. شوفوا كيفاش يعني الميساج ديالك يجيك. شوفوا كيفاش غيتسيف على هذا المواطن اللي غيعيق به عاقب به وغيعرفوا بان أو غادي يعرف بان الخطه ديالو تفرشات معاه عند الناس ديال لي بونك في النمره اللي عاطيهم نتايا. واخا سي محمد فكرني غير في السميه عافاك. سي مصطفى عفيف. سي مصطفى عفيف شكرا. دابا بلا شك هذا مصطفى كذا راه اسم وهمي ومستعار ولا علاقه له باسمه الحقيقي. تعطيني واحد دقيقه باش نجيب لاكارت حيت راه ما عنديش. ما كان حتى شي مشكل، انا معك راه الاستماع، انت خذ لي لاكارت كيشي ديالك، خذ لي ورقه وستيلو باش فاش يوصلك الكود تقيدو في الورقه والستيلو، وخذ لي يعني لو نيميرو. هو هنا هذا المواطن غادي يجبد معاه على السيك مزيان، كان باغي ينصب عليه صدق هو اللي نصب عليه، وهذا جزاء كل نصاب، ومازال ان شاء الله غادي تدوز الحبس بوغبا غادي تشوف في اي دوله في العالم كنتي غادي يجيبوك يجيبوك. واش هذا هو ولا نيميرو اخر اللي عاطي الناس ديال لي بونك؟ لا عندي نمره وحده، هذه هي النمره اللي عندي. هذه هي اللي عاطي الناس ديال لي بونك. وي صافي مرحبا، لان فيها غادي يوصلك الميساج خويا انا معك. شكرا بزاف راني جاي. الشكر الكامل كيعود لكم خويا مرحبا. شوف نعم سيدي، شوف انا جالس ما بيا ما عليا، شحال اليوم في الشهر؟ اليوم 8 في شهر 4 رمضان هذا، وناس جالسين كيجريسيو كيجلسوا عباد الله. انا غادي نعاود عليك بين 53 و 21. هو هنا هذا المواطن غادي يعيق به او راه عاق به من البدايه ديال المكالمه، وما غيعطيش المعطيات او البيانات الحقيقيه ديال الحساب البنكي ديالو، غيعطيه رقم خاطئ، وملي غادي يعيق به بانه كذب عليه شوفوا كيفاش غيتسيف عليه. 17 4 17 13 13 45 دوبل 0 61 17 لا ماشي 61 عفوا 65 17 65 17 نعم هاد الرقم ديال الارسال واللور 097 097 دابا هاد النصاب كيطابي هاد المعطيات في الرابط الخاص بوكالة السياج، وغادي يشوف واش فعلا ان المعطيات اللي قدمها هذا المواطن هي فعلا حقيقيه، يعني الارقام اللي عطاه واش كتخص فعلا حسابه البنكي، الا كانت كتخص حسابه البنكي غادي يطالبوا بالكود اللي غادي يجيه في رقم الاس ام اس يعني ديال الهاتف ديالو الميساج، وبمجرد ما غيجيه الكود غيدخل الحساب البنكي ديالو وغيحول ما شاء من اموال او مبالغ ماليه الى حسابه الشخصي، يعني كيلعب عليهم كيف لعب على مجموعه من المواطنين. وسمعوه دابا ملي غيطابيهم وغيطلع ليه بان الرقم خطا كيفاش غيولي رد الفعل ديالو.
لا دات قلتي لي 27 شهر واحد وعليها واحد تيري كاين 27 موراها. مرحبا. هادشي ما كاينش داكشي علاش بطل عليه دابا غادي يطز. راه لا لاحظتوا هاد السيد كيديزاكتيفي الصوت، يعني كيخبي الصوت عاد كيتكلم معاكم. شوف لي النمرة ديالك اخويا الناس امبوسيبل دو كروس. خويا راك غلط ليا وقيلا فشي معلومة هنايا. يعافوك واش ممكن نعاودوا الاتصال بلاتي ولا شي حاجة؟ لأن عندي واحد هو غيتسيف هنا فين غيتسيف وغيطلع ليه الدم، غيعيق بأن هذا المواطن عاقبيه وبأن الخطة ديالو غادا تخرج فاشلة وما غيدخل معاه حتى درهم، يعني غيضيع معاه المكالمة وضيع معاه وقته. الشغل خاصني نقضيه؟ إيوا لا دابا هادي ماشي هضرة هادي. على شنو؟ لا ماشي هضرة دابا أنا فاش ها هو تسيف، دابا تصوروا معايا يا إخوان، واحد جاي باغي يتبرع عليك بجوج ديال المليون وأنت ما بغيتيهاش، واش غيطلع ليه الدم؟ محال ومستحيل هذا. او هادشي اللي ما كيقبلوش العقل نهائيا. ما بغيتش نربح اخويا، اش داك تعصب عليا ويطلع لك الدم وتنرفز وترمضن عليا؟ ما بغيتش انا نربح. اذا ما دمت انت كتنرفز وكتعصب اذا انت نصاب، باش تطيحني في الشباك ديالك ولكن ملي عقتبك سيفتي عليا بهذه الطريقه. سمعوا لك وفاش عرفتي ان الامور مضبوطه بقيتي كتدخل وتخرج كتقول لي ياك دابا راني خدام معاك دابا ما عندكش الحق تقول لي انايا راني نقطع ولا غادي ندير ولا غادي ندفع. واش فاتح لك السيستيم على الناس ديال لي بون دابا واش نتايا ان هذه المعلومات خطا صافي قلتي لي بغيتي تسردني ولا بغيتي ترصدني شنو هذا؟ ولا هو اللي باغي يرصدو ماشي النصاب هو اللي كيرصد عباد الله. وراه قلت لكم في البدايه ديال هذه الحلقه راه ما عمري شفت شي واحد عنده بحال هاد السنطيحه وهاد الجبهه الصحيحه. سمعوا تفلي يا الشريف اما عندك شي رغبه قولها لي قول لي معلومات خطا صافي قلتي لي بغيتي تسردني ولا بغيتي ترصدني شنو هاد تفلي يا الشريف اما عندك شي رغبه قولها لي قول لي اخويا اسمح لي انا ما مستعدش. واش كان شي واحد ما عندوش رغبه في 20000 درهم واش كتفلى؟ شنو هاد التفليه؟ انا كنقول لك عاود معايا المعلومات كتقول لي واش اخويا شي حاجه ديال الاسره العلويه كتاجل؟ شوفوا ولد الحرام شوفوا كيف قلت لكم كينصب باسم الشرفاء اللي هم من براء ولا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. في هذا النصاب ديال فرمضان باغي ينصب على الناس ويدي لهم رزقه، والاخطر من هذا الشيء كله هو انه كيهضر باسم الشرفاء وهم منه براء. شي حاجه ديال القصر الملكي لا تؤجل ولا تؤخر ما يجازك بها. واش دابا امورها كتكون مضبوطه معك؟ واش انا ما فهمتكش واش هذه المسابقه هذه دايرينها الاسره الملكيه؟ ولي شكون اللي منظمها؟ هذه مبادره تنظمت لداخل الوكاله ديالنا الشريف. وشكون اللي منظمها؟ حيت قلتي لي انوي ما قلتيليش المؤسسه الملكيه. ودابا غنطيح لك الهضره الشريف. غنطيح لك الهضره يعني غنخسر معاك الهضره وغنخرج معاك اللعيب. انا ما باغيش نربح حسي ومالك علاش انت طالع لك الدم وشنو حرق اشطاتك كيف كيقولوا بعض الناس؟ مالك شنو ضرك؟ ما بغيتش نربح سالينا سد معايا المكالمه وقول لي اسي الله يعاونك ضيعتي 20000 درهم. نزيدو نسمعوا. قسما بالله تنطيح لك الهضره. ايوا الا ما كنتيش صايم خذ راحتك. ما هو هذا هو المشكل راه غير الصيام اللي شادني عليك الشريف. تبارك الله عليك صايم وفايت الصيام ليه.